كم لتر في الجالون؟ تحويل اللتر إلى الجالون قد لا يكون بالسهولة التي قد يتخيلها الكثير من الناس، فمن الناحية العلمية هناك بعض المتغيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نريد أن نعرف كم لترا في الجالون. عند تحويل الجالون إلى اللتر يجب أولا تحديد ما إذا كان الجالون الأمريكي السائل أو الجالون البريطاني أو الجالون الأمريكي الجاف، فكل من هؤلاء الثلاثة لديه قياس مختلف عن الآخر. الجالون الإمبراطوري هو الأثقل بينها، وهو شائع في دول الكومنولث وبعض دول البحر الكاريبي والأقاليم البريطانية ما وراء البحار. أما الجالون السائل الأمريكي أخف من الجالون الإمبراطوري بنسبة 16%، وهو يستخدم عادة لقياس وزن المنتجات الكحولية والبترولية في الولايات المتحدة. أما الجالون الجاف الأمريكي أثقل من الجالون السائل بنسبة 14%، وأخف من الجالون البريطاني ب 3.2%، وهو يستخدم في قياس السلع الجافة مثل الحبوب. إذا، وكما أشرنا إليه، فهناك ثلاثة أنواع من الجالونات. كم لتر في الجالون؟ يمكن تحويل الجالونات الثلاثة إلى اللتر، وكقاعدة عامة سريعة، الجالون الواحد يساوي 4 لتر. أما القياس الدقيق للجالونات فهو كالآتي: